الجهل والكفر والزور أمسك من الليل ديجو وأشرق الوحي حينا بالخير بالخير يهدي لنا النور يدعو جميع البرايا قرآنها جاء مسطور يصوغ أبهى الوصايا للناس للناس نهج ودستور الروح بالنور تحيا والقلب بالخير مغمور من فيضه خير سقيا للعبد للعبد إن عاش مسرور الجهل والكفر والزور أمسك من الليل ديجو وأشرق الوحي حينا بالخير بالخير يهدي لنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد مرحبا بكم إخوان المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم وأشرق الوحي في موسمه الثاني وفي حلقته 14 هذا البرنامج القرآني الذي يتناول أسباب نزول الآيات والتعليق على هداياتها نستمع إياكم إلى آية هذه الحلقة من سورة المائدة ثم نعود بعد ذلك إلى التعليق على سببها وهدايتها بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وأشرق الوحي حينا بالخير بالخير يهدي لنا النور يدعو جميع البرايا مرحبا بكم مجددا إخوان المشاهدين والمشاهدات بعد أن أنصتنا وإياكم إلى تلاوة هذه الآية الكريمة 83 من سورة المائدة هذه الآية العظيمة نزلت كما يقول كثير من المفسرين كالبغوي وابن كثير والطبري وغيرهم نزلت في النجاشي رحمه الله فقد أخرج النسائي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال نزلت في النجاشي وأصحابه للتعليق على سبب نزول هذه الآية وقصتها وما الحدث الذي كانت تتحدث عنه هذه الآية يسعدني أن أستضيف في هذا الاستوديو معي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري الأستاذ بجامعة الملك سعود سابقا حياكم الله دكتور أهلا وسهلا بكم حياك الله وحيا الله والإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات نعم دكتور هذه الآية الكريمة وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع جاءت في سياق الحديث عن النصارى أو عن قوم من النصارى موصوفين في هذه الآية بالصفات نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد من يتأمل سورة المائدة يجد أن فيها ذكر اليهود وتأبيهم وعنادهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقولهم على الله قولا عظيما قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ذكر قبل هذه الآيات قول الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فالله بيّن حال اليهود وما هم فيه من قسوة القلوب نعم. والاستكبار والعناد والتأبي الذي ظهر عليهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبعده بعد مجيئه عليه الصلاة والسلام مع أنبياء الله من بني إسرائيل ومع نبي الله عيسى بن مريم ومع محمد صلى الله عليه وسلم فقد كانوا أعلم الخلق في وقتهم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه صحيح. وموافقة ما جاء به لما هو موجود في كتبهم ومع ذلك أبى عليهم ما في قلوبهم من الكبر أن يقبلوا دين الله عز وجل نعم. مع معرفتهم بالحق قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة إلى آخره ثم قال مؤيسا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين
بأنهم لن يؤمنوا، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، إلى آخر ما هنالك من بيان حال اليهود. جاء هنا ليضع مقارنة بينهم وبين النصارى، والمقصود بالنصارى نصارى موصوفين بعدد من الصفات، وهذه الصفات موجودة في جملة من النصارى صحيح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده، ولكنها ليست في كل النصارى، لأن النصارى دينهم دين مطاط يتغير بتغير الزمان والمكان ومن يؤثر فيه، وبما أنه لم يحفظ من قبل الله وإنما حفظ من قبل الرهبان والأحبار فإنه قد تغير كثيرا، دخل فيه التحريف والتبديل. قسطنطين هذا غير فيه شيئا كثيرا حتى جعله دينا من أديان الشرك والعياذ بالله. فالله عز وجل يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وصفهم بهذه الأوصاف وهو أنهم كانوا لا يستكبرون يعني لا يستعلون على الحق متى بان لهم، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، يعني العين تفيض الله من المبالغة، هو اللي يفيض هو الدمع، هذا تعبير في غاية الروعة. نعم ترى أعينهم تفيض من الدمع وهو الذي يفيض منها الدمع يفيض من العين. نعم. لكن كأن العين لما امتلأت به وفاض منها هذا الدمع كأنها هي التي فاضت، ترى أعينهم تفيض من الدمع بسبب ماذا؟ مما عرفوا من الحق، لأنه لما جاءهم هذا الحق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا القرآن العظيم رأوا كأنهم يقرؤون ما هو في كتبهم مما يصدق هذا سواء بسواء، حتى إن النجاشي لما حصلت تلك المناقشة والمحاورة العظيمة من قبل رسل المشركين لإرجاع المهاجرين الأول من الحبشة إلى أن مكة، استدعى جعفر بن أبي طالب ومن معه وقال أسمعوني ماذا عندكم. نعم. فلما قرأ عليه جعفر الآيات من سورة مريم يعني بكى النجاشي وبكى وبكى من حوله حتى بلوا مصاحفهم. صحيح. ثم قال النجاشي والله لا أجد فرقا بين هذا الذي تقرؤونه علي وبين الذي نقرأه في الإنجيل إلا مثل هذه، أو قال لا يختلف عنه مثل هذه، وأخذ قشة من الأرض ثم رماها، يعني من شدة التوافق الذي حصل بين هذا وهذا، مع العلم أن هذا الدين بعث في أمة لا صلة لها باليهود ولا صلة لها ببني إسرائيل وليست في أرضهم بل في أرض العرب التي لم تعرف النبوات منذ زمن بعيد ومنذ عهد غابر في التاريخ، فلا يمكن أن يأتي محمد بهذا من عنده. صحيح. فلما رأوا هذا التطابق كأن الحق قابل الحق، فتأثرت النفوس بهذه المصادقة العظيمة، يعني مثل إنسان يا عبد المحسن قد فقد شيئا من حقه. نعم. فبعثه الله أو بعث الله له دليلا مثل الشمس على لسان رجل يقول أنا كنت كذا وكذا، جاء بكل المواصفات التي كنت تتحدث بها وينكرها الناس عليك، الحقائق التي يؤمن بها الشخص. هنا لا تملك نفسك إلا أن تذعن وقد تبكي وتجهش بالبكاء بسبب أن الحق جاء إليك. صحيح. ولذلك عبر القرآن تعبيرا دقيقا قال مما عرفوا من الحق. نعم. حقيقة الشاهد الذي ذكرته يعني ورد فعلهم بكوا حتى بلوا مصاحفهم. نعم. من شدة فرحهم وإيمانهم بما سمعوا. نعم. من تطابق ما جاء به هؤلاء مع ما في أناجيلهم. قال مما عرفوا من الحق، ثم ماذا فعلوا أيضا؟ لم يكتفوا بأن يعني يقولوا هذا حق أو يقولوا جيد ما جئتم به، لا، سارعوا هم بأنفسهم إلى الإيمان، يقولون ربنا آمنا، وليس المقصود آمنا بما عندنا في كتابنا بل آمنا بهذا الذي جاء به هذا النبي. ولذلك نحن نقول هؤلاء فعلا هم الذين ينطبق عليهم
أنهم أقرب مودة، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. والحقيقة أن أعظم مانع يمنع الإنسان من قبول الحق هو الكبر، فإذا استولى الكبر على القلوب منع منها نفوذ الحق. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا. بالضبط، فهؤلاء اليهود استكبروا فلم يجعل الله للحق إلى قلوبهم طريق. أما هؤلاء النموذج العالي من النصارى وهم نصارى الحبشة، لما سمعوا الحق أذعنوا ولم يكتفوا بالدمع كما عبرت الآيات، بل قال يقولون ربنا آمنا بهذا الذي بأيدينا وبهذا الذي جاءنا من عند هذا النبي فاكتبنا مع الشاهدين. انظر إلى المرحلة التي وصلوا إليها، ما هو اكتبنا مع المؤمنين، اكتبنا مع من يشهدون له بأنه جاء بالحق ويشهدون بأن هذا هو الحق الموافق لما في كتبنا. نعم، وهذه منزلة عالية يا شيخ. تمام الإيمان صحيح. وبعدين كأنهم قد أحاطوا علما بهذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا مؤهلين للقيام بالشهادة، يعني ليسوا مستهدفين بل هم أصبحوا من يحملون راية الدعوة إلى الحق والقيام بها. نعم. فاكتبنا مع الشاهدين، ثم يقولون وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ما الذي يمنعنا من ذلك؟ كان هذه لنا؟ كان هذه الآية دكتور تجيب على سبب هذه الاستجابة. أي نعم، وهم على دين آخر. أي نعم، دين آخر غير نعم. دين الذي جاء. يقول وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، يعني الحق الثابت الذي لا شك فيه ولا ريب، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، يعني يحملنا طمعنا في أن نكون مع القوم الصالحين في أن نسلك سبيلهم ونقبل الحق الذي جاء من عندهم. قال الله عز وجل فأثابهم الله بما قالوا، أي بسبب قولهم، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم قال وذلك جزاء المحسنين، هذه شهادة بأنهم قد أحسنوا فيما صنعوا، وهي تدلنا على أن الإحسان في قبول الحق، أو أن الإنسان متى ورد إليه شيء من الحق فصدقه وقبله وآمن به ثم صار من الشاهدين، أنه بذلك قد بلغ مرتبة الإحسان. الله أكبر. لأن الله ما قال وذلك جزاؤهم، نعم، وإنما قال جزاء المحسنين، ليبين لنا أن هذا هو الإحسان، يعني ليس كما فعلت اليهود وليس كما فعل المشركون من عدم قبولهم لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الحق هو متى جاء واتضح للإنسان ينبغي أن يتجرد من كل العوالق. صحيح. ومن كل ما يحيط به، والله أنا من الأسرة أو أنا من عندي أموال أو عندي منصب وأخاف على، هذه كلها تمنعك من قبول الحق واتباعه، لكن الإنسان إذا استعلى عليها وقبل الحق كان من المحسنين بذلك. والإحسان كما تعلم هو أرفع مراتب، درجة عالية. نعم. ليس بعدها شيء أصلا. صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني هي مرتبة من شهود الحق تجعل الإنسان يضحي بكل شيء من أجل ما آمن به. صحيح. جزاكم الله خير دكتور. يعني حقيقة الناظر في هذه الآية أيضا الدكتور يجد الإنصاف، انظر لإنصاف هذا الدين للنصارى، ليسوا سواء. نعم، كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران من أهل الكتاب أمة قائمة. انظر كيف أثنى الله عز وجل عليهم هنا، قال ولتجدن أقربهم مودة. نعم، المودة درجة عالية من القرب. صحيح. ووصفهم بأوصاف عظيمة في آخر الآيات، ذكر الله عز وجل أنه أثابهم جنات. يعني هذا الإنصاف نريد التعليق عليه، الإنصاف الآن عزيز، يعني الناس صحيح. نتهم الناس، نحاول نجعلهم أحيانا في سلة واحدة أنهم كلهم ضلال وكلهم معادل الإسلام وغير ذلك. حقيقة والذي ينظر ويسافر شرقا وغربا في هذه الأرض الآن يرى أنهم ليسوا سواء. صحيح. الحقيقة القرآن ركز على هذا، أو جاء بشواهد كثيرة جدا تكون نماذج للمؤمنين في إقامة العدل، حتى مع من يبغضونهم ومع من يعادونهم، بل مع من يقتلونهم ويؤذونهم أشد الأذى، لا يجعلهم سواء. ماذا قال الله عز وجل؟ قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. طيب لماذا ذكر هؤلاء الأولين؟ تأمنه بقنطار، يعني المال الكثير الضخم. أي نعم، تأمنه عليه
وهؤلاء ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. والآية التي ذكرتها وهي قوله سبحانه وتعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، فهو يذكر أن بعض أهل الكتاب كانوا على غاية الـ ويثني عليهم ويثني عليهم. نعم نعم. ويقول سبحانه وتعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم، يعني ليس جميعا عليهم جميعا، أي كان ممكن يقول فبدلوا لأن سيئة الواحد تعم الجميع. نعم. لا لا، فأنزلنا على الذين ظلموا فقط رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. نعم. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، يعني العادلين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فهذا المعنى وهو معنى الإنصاف يجب أن يتربى عليه المؤمن في كل الأحوال. وإذلك يقولون العدل قيمة مطلقة واجب في كل حال مع كل أحد من كل أحد. الله أكبر. واجب في كل الأحوال. صحيح. ما يجوز لأحد أن يقول استعمل العدل مع المؤمنين أو مع العقلاء أو مع الأقرباء أو مع قبيلتي أو منطقتي أو دولتي أو أهلي. لا، واجب مع كل أحد في كل حال ومن كل أحد، فهو قيمة مطلقة، يعني فوق حدود الديانات والأنساب والأموال والأوضاع الاجتماعية وغيرها. نعم نعم. دكتور، أيضا حقيقة أنا أقف دائما مع هذه الآية ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، هذا الطمع في رحمة الله عز وجل ورد هنا ورد أيضا في قصة إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. نعم. يوم الدين. نعم. هذا الطمع الحقيقي، هذا الطمع المحمود. نعم. الذي نحن نبحث عنه. يعني الطمع في رحمة الله عز وجل. صحيح. الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، طمع. نعم. يعني رغبة شديدة جدا. الطمع في رحمة الله عز وجل هو الطمع الذي ينبغي أن يغبط الإنسان عليه وأن يسعى الإنسان له، لكنه لا يكون حقيقيا ومحمودا إلا إذا اقترن بخطوة عملية حقيقية، لأن الإنسان ممكن يطمع في رحمة الله وهو لا يفعل شيئا. لا، هذا ما يحمد الإنسان عليه. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. قال العلماء قدم رجاءهم بإيمان وجهاد وهجرة، مما يدل على أن الإنسان لا يكون راجيا ولا يكون طامعا حتى يكون عاملا. نعم. فأنت لو قلت والله أطمع أن يرزقني الله ولدا، قل لك تزوج، تقول لا أنا أطمع أن يرزقني الله ولدا وإن لم أتزوج، نقول أنت لست كذلك، لابد من عمل. لا بد من عمل تجعله مقدمة لطمعك في رحمة ربك سبحانه وتعالى. نعم. أحسنتم، جزاكم الله خير شيخ. أيضا في قوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، يعني في لمحة يا دكتور في قضية وجوب إيصال هذا الدين للأرض. يا سلام. الحقيقة نحن مكلفون بإيصال هذه الرسالة، وهؤلاء الذين خرجوا إلى النجاشي ما اكتفوا فقط بقضية أنهم هاجروا وحفظوا أنفسهم من وإنما حملوا رسالة. الشيء الثاني في ملمح آخر نريد التعليق عليه في قضية حسن اختيار الداعية لما يتحدث به. مناسبة الواقع. صحيح. الذي جعل قلوبهم تنفتح ونحدثهم عن موقف الإسلام من مريم عليه السلام ومن عيسى عليه السلام، فكان في اختيار موفق أيضا في اختيار ما يناسب مقام المتلقي. يا سلام. الحقيقة أولا إسماع الناس كلمة الله عز وجل، هذه جاءت في هذه السورة في قوله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فواجب علينا نحن المسلمين أن نسعى في تبليغ هذه الرسالة وإسماع الناس دين الله وكلمة الحق. نعم. كونهم يؤمنون أو لا يؤمنون هذا ليس شيئا من فعلنا وليس موكولا إلينا ولن نحاسب عليه. صحيح. لكن نحن محاسبون على إسماع الناس هذا الدين. الثاني وهو اختيار مناسبة نعم، وهي ما يسمى
بالحكمة. نعم. التي ذكر الله في سورة النحل في قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة أن تختار الآيات أو الأحاديث أو القضايا المناسبة لوعي وحاجة هذا المتلقي، وهذا طبعا لا يوفق له إلا الموفق من عباد الله. صحيح. وهؤلاء كانوا مؤثرين جدا ودقيقين وحكيمين في الاختيار. نعم. هذا أمر مهم جدا في أنك ليس مجرد تبلغ الحق بأي طريق، لا بد أن تكون حكيما في تبلغه للناس. طبعا تقصد جعفر بن أبي طالب. نعم. عندما. نعم. قرأ الآيات من قصة عيسى ومريم. نعم. في سورة مريم. نعم. 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 جزاكم الله خير شيخ، شكرا لكم هذا البيان ونفع الله بعلمكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا ممن إذا سمعوا ما أنزل الرسول تفيض عينا من الدمع. نعم. كما حصل من هؤلاء يعني النصارى. وأنتم أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون والمشاهدات، أتقدم لكم بشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجهل والكفر والزور أمسك من لين ديجو، وأشرق الوحي حينا بالخير بالخير يهدي لنا النور. يدعو جميع البرايا قرآنها جاء مسطور، يصوغ أبهى الوصايا للناس نهج ودستور. الروح بالنور تحيا والقلب بالخير مغمور، من فيضه خير سقيا للعبد إن عاش مسرور. الجهل والكفر والزور أمسك من لين ديجو، وأشرق الوحي حينا بالخير.